جوش دان صارت مزدحمة، جوش دان بين حيفا وتل أبيب، جوش دان فيها النخبة تبع إسرائيل، فيها البوتنشل الاقتصادي والعسكري. نعم. هذه المنطقة اللي ما بتطلع 20% من مساحة فلسطين فيها 50% من البوتنشل طبعا العظيم. نعم. هذه أهداف عند حزب الله. حزب الله وقت اللي بيطلع وتسمع أطلع صواريخ دقيقة، والدقيقة بنحكي عنها إذا سأل على هذه المنطقة، معناتها هو أشعل الحرب. إذا أطلق على حيفا رداً على شيء عملية خطيرة قام فيها إسرائيل بدون ما يهجموا لبنان، رد على حيفا بصاروخ أو اثنين وثلاثة، وما أدراك ما حيفا. واللي ما بيعرف بحيفا في مواد قابلة أمونيوم وغيره للتفجير أكثر بكثير من اللي كان بمطار بيروت. مرفق بيروت. نعم.